ينضم إلينا من بيروت الصحفي مايز عبيد. أهلا ومرحبا بك سيد مايز، وسأبدأ معك بهذه التصريحات الفرنسية، وما زال الموضوع والملف بأكمله يدور في حلقة الدعم والتدقيق وأيضا الحل. الحكومة ما زالت إلى غاية هذه اللحظة حكومة مستقلين كما يصفها البعض في لبنان، بالإضافة إلى التعميق للأزمة. كيف تبدو الصورة وكيف ستتعاطى الطبقة السياسية في لبنان مع هذه التصريحات الفرنسية، وهي تصريحات جاءت من المجتمع الدولي بأكمله عبر الرئاسة الفرنسية؟ نعم، يعطيك العافية سيدي الكريم. كما بات معلوما اليوم هناك مؤتمر لتقديم المساعدات الإنسانية للبنان برعاية فرنسية من الرئيس ماكرون. هذا المؤتمر هو تكملة لمؤتمر التاسع من آب الماضي عقب انفجار المرفأ. كما يبدو أن المجتمع الدولي غير واثق أبدا بهذه السلطة الموجودة في لبنان، ولولا العيب يمكن ما كان حتى هناك حضور لرئيس الجمهورية. الرئيس ماكرون هو وأمين عام الأمم المتحدة من يدير هذا المؤتمر. المساعدات تأتي عبر المنظمات الغير حكومية لتتم توزيعها إلى المنكوبين في قضية المرفأ. فبالتالي المجتمع الدولي ككل ينظر إلى لبنان والسلطة الحاكمة الآن في لبنان على أنها سلطة غير لا تتمسك بالالتزامات التي قطعتها من جهة، ولا تؤتمن أيضا على المساعدات، وغير جديرة بأن تتحمل المسؤولية. والدليل أن المجتمع الدولي لا يقدم هذه المساعدات إلى الدولة اللبنانية أو الحكومة، إنما يتم توزيع عبر المنظمات. السلطة والصورة كما تبدو في لبنان، طبعا هذه المساعدات بالدرجة هي مساعدات إنسانية، ليست هي مخصصة للمتضررين من المرفأ، ليست مساعدات اقتصادية تستطيع انتشال لبنان من المأزق الاقتصادي الكبير، لأنه كما ذكرتم في التقرير هناك إصلاحات يطلبها المجتمع الدولي والسلطة أو الطبقة الحاكمة التي وعدت الرئيس ماكرون بهذه الإصلاحات وفي مقدمتها تشكيل حكومة اختصاصيين حياديين، لم تنفذ أي بند من البنود التي تعهدت بها. لا قضية يعني الآن المجتمع الدولي أيضا يعني هو مصمم على الضغط على الطبقة السياسية في لبنان، ولكن إلى أي مدى من الممكن أن يشكل هذا الضغط تغيير في لبنان إذا لم يكن التغيير نابعا من الطبقة السياسية في الأصل والأساس، من الطبقة السياسية في لبنان؟ يعني نتحدث بأن هناك ضغوطات، ولكن لا جديد على مستوى اتخاذ القرارات في الطبقة السياسية في لبنان، والحديث أيضا من الرئاسة الفرنسية بأنه الوضع يتجه إلى بشكل أسوأ في لبنان، والأمور تأخذ منحنى غير طبيعي في لبنان للأسوأ، وهو ما دعا لربما أيضا الرئيس اللبناني ميشيل عون إلى دعوة المجلس الأعلى للدفاع غدا للاجتماع للنظر في القضايا الأمنية وأيضا مسألة التعبئة العامة. وبالتالي السيناريو القادم كيف سيكون داخليا تحديدا في لبنان؟ المبادرة الفرنسية التي انطلقت قبل أشهر ركزت على أن الحل يجب أن يكون عبر السلطة أو الأطراف في السلطة الحاكمة في لبنان. كما بات واضحا هناك تمايز في الموقف بين الموقفين الأمريكي والفرنسي. الموقف الأمريكي لا يجد في أن بهذه السلطة أي إمكانية بأن هي تقدر تحدث أي تغيير، لأنه فعلا هذه السلطة عصية على أي تغيير. السلطة هي الشريكة أو هي سبب هذا الانهيار الموجود في لبنان، فأي إصلاح بده يصير سيأتي على حساب هذه السلطة. أنا أرى أن الموقفين الفرنسي والأمريكي صار عم يتقاربوا كثيرا هذه الفترة، من لجهة أن الجميع بات يدرك أن هذه السلطة الموجودة غير قادرة ولا تريد بالأصل أن تحدث أي تغيير، وبالتالي الشعب اللبناني أيضا
الذي قام بثورة 17 تشرين، رغم كل ما حصل لم يستطيع أيضا الشعب اللبناني إحداث التغيير في جدار هذه السلطة، وبالتالي أي تغيير مطلوب لن يكون إلا عبر الضغط الدولي. هذه السلطة غير قابلة لتحدث أي تغيير بالمعنى الإيجابي لمصلحة لبنان، لأن أي تغيير سيكون على حسابها. طيب. لأن هي من تسببت بهذا الانهيار. بحديثك عن التقارب الفرنسي الأمريكي، أيضا التصريحات الفرنسية تتحدث بأن العقوبات الأمريكية المفروضة لم تغير شيء ولم تأتي بجديد لضغط سياسي على السياسيين في لبنان للتحرك بشكل أكبر للخروج من الأزمة. هل تعتقد بأنه سيحدث هناك تغيير مع وصول جو بايدن إلى الرئاسة الأمريكية؟ هل سيكون نظر بشكل أكبر من الإدارة الأمريكية لأزمة لبنان، وبالتالي وضع حلول ربما أو خلق حلول جديدة للبنان، وبالتالي أيضا إيجاد تغيير، أم أن الولايات المتحدة بعيدة عن الملف اللبناني؟ سيدي، العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على 3 شخصيات أو سياسية بشكل أساسي وشخصيات أخرى مقربة من حزب الله، هذه العقوبات كان الهدف منها في وقتها عرقلة المبادرة الفرنسية. أمريكا تحاول أن تقول للفرنسيين أن هذه السلطة، مع هذه السلطة لا يمكن إحداث أي تغيير. أمريكا كما بات واضحا، أمريكا تسعى إلى تغيير هذه السلطة بشكل كامل، تغيير الطبقة الحاكمة في لبنان، الاتجاه نحو نظام حكم جديد، شخصيات جديدة. والدليل أن أمريكا باتت تتعاطى مع المجتمع المدني، مع قيادة الجيش، مع حاكم معصرف لبنان، مع شخصيات هي تثق بها أكثر من هذه الطبقة. نعم. السياسية. فأمريكا لديها رسالة تريد أن توصلها للفرنسيين بأن هذه السلطة غير قابلة للتغيير ولا يمكن إحداث تغيير بوجود هذه السلطة. فرنسا أيضا بدأت تقترب من هذا الجو. أنا أعتقد في المرحلة المقبلة سيكون هناك ضغط فرنسي أمريكي على هذه الطبقة، وسيكون هناك اتجاه إلى عقوبات أكثر صرامة من قبل الفرنسيين. نعم. كما الأمريكيين في المرحلة المقبلة. أشكرك على كل هذه التفصيلات من بيروت، الصحفي مايز عبيد كنت معنا، شكرا جزيلا لك.